الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض وقاهر المكونات وجاعل النور والظلمات وخالق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وأشهد أن لا إله إلا الله هو الكبير المتعال، لا منتهى لعلائه ولا منقطع لكبريائه. وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله وصفيه ورضيه، صلى الله عليه وآله حفظة الوحي وأمناء الله على الأمر والنهي. اللهم صلِّ وسلِّم على ذي الخلق العظيم والمؤيد بالقرآن الكريم، حبيب الله الذي اصطفاه وشرفه على البرية واشتباه، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله. اللهم صلِّ وسلِّم على حجة الخصام وباب المقام، رضي الولاية الكبرى وأخي الرسول في الأولى والأخرى، سيدنا ومولانا أبي الحسن والحسين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. اللهم صلِّ وسلِّم على بضعة الرسول وسليلته وشريكة الوصي وحليلته الجوهرة القدسية، سيدتنا ومولاتنا أم الحسن والحسين فاطمة الزهراء عليها السلام. اللهم صلِّ وسلِّم على غوثي الأمة من الخطوب المدلهمة وبابي الرحمة لتفريج كل غمة، النورين الساطعين فلا تنكرهما أي عين، سيدنا ومولانا أبي محمد الحسن المجتبى، وسيدنا ومولانا سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام. اللهم صلِّ وسلِّم على الشجرة الطيبة والممثلين لدين الله في فعلهم وسمتهم، الأدلاء على الله في نطقهم وصمتهم، السجاد علي والباقر محمد والصادق جعفر والكاظم موسى والرضا علي والجواد محمد والهادي علي والعسكري الحسن، صلاةً تُدرك بها الحوائج وتُدفع بها الفتن وتُستنزل بها الرحمة ويُعجَّل بها الفرج والنصر. اللهم صلِّ وسلِّم على وعد الله لعباده بالفرج وسيفه الذي أعدَّه لتقويم العوج، أمان الخائفين من أهل الدنيا وقائد المؤمنين إلى الذروة العليا، أمين الرحمن على القرآن، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد بن الحسن المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعل أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وبلغهم في الدنيا والآخرة أقصى الأمنيات وأسكنهم الدرجات العاليات، واكفنا وإياهم شر الظالمين من جميع العالمين، إنك على كل شيء قدير. أيها الأخوة والأخوات، أود أن أبين في الخطبة الثانية الأمرين التاليين. الأمر الأول، أيها الأخوة والأخوات، يصادف يوم الأحد القادم ذكرى استشهاد الإمام الكاظم موسى بن جعفر عليه السلام، حيث يتوجه مئات الآلاف من المواطنين والوافدين من خارج العراق إلى الكاظمية المقدسة لأداء مراسم العزاء والزيارة، ونحن إذ نرفع التعازي إلى إمام العصر عجل الله فرجه الشريف وإلى المؤمنين كافة في هذه المناسبة الحزينة، ندعو الزائرين الكرام إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية المكلفة بحمايتهم واتباع خططها وتعليماتها، كما ندعو الجميع إلى أن يحرصوا
على أن يتمثل في هذه الزيارة في هذا العام كما في الأعوام السابقة وحدة أبناء هذا الوطن وتآلفهم وانسجامهم وتعاونهم في الخيرات والابتعاد عن كل ما يثير الفرقة والاختلاف ويسيء إلى تماسك نسيجهم الوطني. ونرجو من الزوار الكرام ألا ينسوا إخوانهم في جبهات القتال من الزيارة والدعاء بالنصر المؤزر القريب. هؤلاء الأعزة الذين هم فخرنا وعزنا، ولولا تضحياتهم الجسيمة لم يتسنى حفظ الأرض والعرض والمقدسات. الأمر الثاني، سبق أن بينا أيها الأخوة والأخوات في خطبة سابقة نظام العشائر ودور هذه العشائر في العراق، وذكرنا أن العشائر في العراق تمثل مدرسة في مجموعة كبيرة من القيم النبيلة والمبادئ السامية والأخلاق الرفيعة، ولكن في نفس الوقت برزت في الفترة الأخيرة مجموعة من الممارسات والأعراف والتقاليد التي تتنافى مع الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة. وهذه الأعراف والتقاليد السلبية لو استمرت وتجذرت في المجتمع فإنها ستكون لها مخاطر وتداعيات خطيرة على المجتمع في تعايشه السلمي وغير ذلك من الأمور. وذكرنا في تلك الخطبة الدور الإيجابي للعشائر في العراق ودورهم التاريخي الذي قامت به العشائر، وخصوصاً مشاركتها في الاستجابة لفتوى الدفاع الكفائي الذي أصدرته المرجعية الدينية العليا، ومشاركة الكثير من أبناء العشائر في الدفاع عن العراق ومقدساته وأراضي مواطنيه. وها نحن ذا في الخطبة الثانية نذكر الفقرة الأخيرة والمحور الأخير من هذا الأمر، وقصدنا من هذا الذكر الممارسات السلبية، ما هي الأعراف والتقاليد التي تتنافى مع الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة، إنما هو إصلاح هذه التقاليد والأعراف، إصلاح نظام العشائر وتهذيبها وتجذيبها من هذه الأمور الضارة وغير الصحيحة. فنذكر هنا حقيقة مجموعة من الأمور والممارسات الخارجة عن دائرة الشرع والقانون. وما هو دورنا؟ أود قبل أن أذكر هذه الأمور، ما هو دورنا ودوركم أيها الأخوة والأخوات؟ الدور الأول إنما هو التعريف والتوضيح لهذه الممارسات الضارة. قد البعض يجهل هذه الممارسات الضارة والسلبية، قد البعض في غفلة عنها، قد البعض يتأثر بالأجواء العامة فيمارس هذه الأعراف والتقاليد الضارة. علينا أن نرصد هذه الممارسات، نفرزها عن الممارسات الصحيحة، كما بينا هناك تقاليد وأعراف صحيحة لابد أن نحافظ عليها، نفرز هذه الممارسات السلبية، نبينها، نوضحها لمن يجهل بها أو هو في غفلة عنها، من أجل أن يتنبه إلى هذه الأمور. أنتم أيضاً أيها الأخوة والأخوات من واجبكم أيضاً أن تقوموا بهذا الدور التنبيه على هذه الممارسات السلبية حتى لا يكون الآخرون في غفلة عنها ولا يلتفتوا إليها. الأمر الآخر والتحذير من مخاطر استمرار هذه الممارسات السلبية والأعراف والتقاليد الضارة. لماذا؟ لأنها إن استمرت من دون ردع ومعالجة ستتجذر في المجتمع وتتحول إلى ظاهرة يصعب معالجتها، ولها تداعيات خطيرة على التعايش السلمي في المجتمع والآثار الأخرى
لذلك وأيضا ذهاب هيبة واحترام القانون لدى المجتمع. وسبق أن بينا أيها الأخوة والأخوات لا يمكن لأي مجتمع أن يتطور ويترقى من دون أن يكون هناك هيبة واحترام للقوانين التي شرعت لمصلحة المجتمع. لا بد من ملاحظة هذا الأمر، هذا من الآثار الضارة لبقاء هذه الأعراف والتقاليد السلبية. أولاً تهدد تعايش السلمي في المجتمع، شيء آخر تذهب هيبة واحترام القانون لدى المجتمع. طبعاً لها أسباب، من جملة الأسباب لذلك هو قلة الوعي، وأيضاً تدني المستوى الثقافي لدى الكثير، وأيضاً غياب سلطة القانون بدرجة معينة من جهة أخرى. هذه بعض الأسباب التي أدت إلى بروز هذه الظاهرة من الممارسات الضارة. أبين بعضها، لأن الكثير إخواني يمارس هذه الأعراف والتقاليد ويقع في مخالفة شرعية، بل أحياناً في ظلم كبير، ويحاسب أمام الله تعالى محاسبة شديدة قد تؤدي به إلى عقوبة كبيرة أمام الله تعالى، وهو غير ملتفت ويتصور أنه يفعل فعلاً صحيحاً. لذلك سنذكر نصاً بعض هذه الممارسات لكي يلتفت الآخرون إليها وينتبه إليها. منها الخروج عن الضوابط الشرعية فيما يسمى بالفصل، فصل العشائر. فقد حددت الشريعة الإسلامية مقادير معينة للديات في مختلف مواردها، من قتل خطأ أو جرح أو كسر أو غير ذلك، ولكن نجد أن بعض العشائر تفرض أحياناً مقداراً أعلى بكثير من المقدار المقرر شرعاً من دون وجه حق، ويلزم به الجاني وأهله ولا يجدون محيصاً من دفعه. إخوان، قتل خطأ، دهس بسيارة مثلاً تؤدي إلى الموت، أو جرح أو كسر، الشريعة الإسلامية وضعت ديات محددة شرعاً يلزم بها الجاني. أحياناً بعض العشائر تفرض مقدار أعلى بكثير من المقدار الذي قرره الله تعالى. الله تعالى يقول هذا المقدار، هذا قتل خطأ دهسته سيارة ومات، الله تعالى يقول حكمه الدية بمقدار كذا. تأتي بعض العشائر تفرض أعلى من ذلك بكثير، مثلاً مقدار الدية 15 مليون، مثلاً تأتي تفرض 60 مليون من دون وجه حق، وتلزم به الجاني، تفرضه عليه ولا يجد محيص من ذلك، يضطر إلى الدفع. هذا واحد من الأمور السلبية التي تتنافى. لذلك من هنا أخاطب الجميع، جميع الأخوة رؤساء العشائر، جميع الأخوة في العشائر، جميع الأخوة الذين يدخلون في تحديد مقدار الديات، انتبهوا إلى ما قرره الله وقررته الشريعة الإسلامية. لا تفرضوا أن الله تعالى يقرر شيء أن تأتي وتقرر شيء آخر وتفرض هذا الشيء. لذلك لا بد من الانتباه، هذا الأول. ثاني، تجاوز الشرع والقانون في التصدي للقصاص وإيقاع العقوبة بالقتل في جرائم ليست عقوبتها ذلك. فقد يقوم شخص من العشيرة بالقصاص من متهم بالقتل العمد دون أن تثبت جريمته في محكمة صالحة، أو يقوم فرد من العشيرة أو من العائلة بقتل شخص من عائلته أو من عشيرته معتبراً ذلك تنفيذاً لما يستحقه من العقوبة على جريمته، في حين أن ذلك ليس من صلاحيته ولا يجوز له التصدي له. يحصل أحياناً قتل، يأتي شخص من العشيرة ومتهم، هذا الشخص متهم بالقتل ولم يثبت أنه قد قام بجريمة القتل في محكمة صالحة أن تحكم، يأتي ذلك الشخص ويتسرع ويقتله. أو يقوم شخص مثلاً لم يتمكن من الجاني فيقتل شخص من عائلة القاتل، وذاك بريء
أو يقتل شخص من عشيرته، هذا كثير ما يحصل. ماذا سيقول أمام الله تعالى حينما قتل هذا الشخص البريء لأنه لم يتمكن من الجانب؟ هذا يحصل أحيانا. يتصور هذا ماذا؟ يتصور أن له الصلاحية في أن يتصدى للقصاص بسبب أن فلان قام بجريمة القتل لأخيه مثلا أو لأمه أو لغير ذلك، وهو غير جائز شرعا، لا يحق له شرعا أن يتصدى لهذا الأمر. أيضا من الممارسات السلبية والضارة ما يعبر عنه بالنهوة، ويلتفت البعض من الأخوة الذين يمارسون هذه الممارسة، وهو أن يقوم ابن العم بمنع زواج ابنة عمه من خاطب آخر ثم تجبر على الزواج منه، وهذا ظلم بين وعلى خلاف الشرع الحنيف، فليس لأحد أن يجبر الفتاة على الزواج ممن لا تريده، وليس لأحد أن يمنعها من الزواج ممن ترغب فيه ويوافق عليه أهلها. ومن المعيب حقا أن نجد في عشائرنا إلى اليوم حالات من هذا القبيل. لقد آن الأوان للقضاء نهائيا على هذه التصرفات اللا إسلامية واللا إنسانية. أخاطب العشائر كافة، هذا الشخص، هذه البنت خطبها رجل ورضي أهلها وهي رضيت، يأتي ابن العم يمنع هذا الزواج، بأي حق يمنع هذا الزواج؟ ويجبرون البنت على أن تتزوج من ابن عمها. البنت هذه إذا جاءها خاطب ورضيت به ورضي أهلها ليس لأحد أن يمنعها. أو أحياناً أود أن أذكر قضية أخرى، ومردت لنا شكوى قبل فترة، مجموعة من البنات المؤمنات المستعدات للزواج، الأب يمنعهن من الزواج لأنه إما علويات لابد أن يأتي الخاطب والزوج سيد، أو أنه يأتي الخاطب والزوج من العشيرة الفلانية ويمنعهن من الزواج، بأي حق؟ هذه السلطة من أين جاءت أن يمنع تزويج هؤلاء البنات وهن يرغبن في الزواج؟ وبعض البنات كبر الآن، ملاحظ بعض النسوة وبعض البنات كبر بلغن 40-50 من العمر لم يتزوجن، وقد جاءهن الخاطب حينما كنا شابات ومنع الأب أو غير ذلك منع من الزواج. بأي جواب سيجيب يوم القيامة حينما تقف؟ لا يقول هذه بنتي سوف لا تشتكي علي يوم القيامة، أبدا، يوم القيامة ستشكو ظلامتها إلى الله تعالى أنها منعت من الزواج لسبب غير مقبول لا شرعا ولا أخلاقا. لذلك لا بد أن ينتبه الأخوة إلى بعض هذه الممارسات. أيضا من الممارسات الضارة الجلوة، وهو أن يحكم على شخص أو مجموعة عوائل بالنفي من منطقة سكناهم لمدة مؤقتة أو طويلة لكون أحد الأشخاص من عائلتهم أو عشيرتهم قد ارتكب جريمة معينة، وهذا أيضا مما لا أساس له عقلا ولا شرعا. لاحظ بعض العوائل تشتكي، هذه مجموعة من العوائل حكم عليها أن تجلو من هذه المنطقة وتخرج من هذه المنطقة إلى منطقة أخرى. لماذا؟ ما هي جريمتها هذه العوائل؟ لأن أحد من عائلتها أو من عشيرتها ارتكب جريمة معينة، أنتم أيضا هذه العوائل تخرج من هذه المدينة إلى مدينة أخرى. إذن هل هناك أساس من عقل أو شرع يحكم بجلاء هذه العوائل من هذه المنطقة التي عاشوا وتربوا فيها إلى منطقة أخرى؟ بأي أساس شرعي أو عقلي يحكم مثل هذا الحكم؟ نعم، قد تقتضي المصلحة العامة أن لا تسكن بعض العوائل منطقة معينة مدة محدودة درءاً للفتنة، ولكن يلزم أن يكون ذلك وفق الإجراءات القانونية. خامساً، القصاص من البريء بجرم شخص من عشيرته، فقد يقتل شخص من عشيرة شخصاً من عشيرة أخرى، فيقوم الطرف الأول بقتل أحد أخوة
أو أحد أفراد عائلة الجاني أو مجموعة من الأبرياء من العشيرة الثانية. هذا من أعظم الظلم وأشده عقاباً عند الشارع المقدس، موجود. فرد من عشيرة قتل فرد من العشيرة الثانية، تأتي الآن عشيرة الثانية تقتل أفراد من عائلة الجاني أو أفراد أبرياء من عشيرة الجاني. ما ظلم هؤلاء أن يقتلوا ومجموعة يقتلون لأنه شخص جنى وقتل شخص من العشيرة الأخرى، وتحصل معارك يسقط فيها العشرات من الضحايا الأبرياء لأن فلان قتل فلان. هذا موجود إخواني، لذلك نوجه خطابنا أيضا تعبيرنا، هذا من أعظم الظلم أن هؤلاء الأبرياء يقتلون بجناية شخص آخر. هذا من أعظم الظلم وأشده عقابا عند الشارع المقدس. سادسا، التفريط بالحق الشرعي لورثة المجني عليه، حيث يتصدى بعض الأشخاص لوجاهته الاجتماعية أو لغير ذلك بالضغط على أولياء المقتول لإسقاط جزء من الدية المستحقة شرعا لورثته من دون رضا أصحاب الحق، وفي حالات كثيرة يكون فيهم قصار. ليس لأي شخص إسقاط شيء من حقهم حتى جدهم وأعمامهم وأخوالهم. جلسات التي تحصل بمقدار الدية الكذائية، يأتي شخص وجاهته الاجتماعية يسقط إخواني الدية حق شرعي لورثة المقتول. من هم الورثة؟ الأب الأم الزوجة الأولاد، هذا حق شرعي يقسم عليهم على الورثة بحسب الحصص الشرعية. يأتي شخص يسقط جزء من الحق، ليس له هذه السلطة، خصوصا أحيانا قاصرين أطفال لهذا المجني عليه، ويسقط شيء من حقوقهم. يوم القيامة سيطالبونه، كيف لك أسقطت حقنا؟ هذه دية جعلها الله تعالى لهؤلاء الورثة. أيضا من الأمور المهمة من هذه التقاليد الإسراف والتبذير في الإطعام في مجالس الفاتحة وغيرها، هذا بالإضافة إلى عدم المسوغ له شرعا، مما قد يتسبب في تحميل العائلة والعشيرة أعباء مالية محرجة. أيضا ننبه إلى هذه الظاهرة، بعض مجالس الفاتحة وغيرها أو المناسبات تقام وليمة ضخمة جدا، هذا لم يأمر به الشرع. العائلة عائلة هذا المتوفي ربما تكلف أعباء مالية تحرجها في وضعها لمجرد تقاليد وأعراف تفرض عليها. لماذا هذا الإسراف والتبذير؟ إطلاق أيضا نلفت نظر إلى هذه القضية المهمة، إطلاق ليس فقط في العشائر، هذا التقليد الذي يتبع، إطلاق العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية من الأحزان والأفراح، وهذا أيضا لا مبرر له شرعا ولا قانونا، حيث يسبب في إرعاب الناس وربما إصابة البعض بالجراح وقد يؤدي إلى القتل. انتبهوا إخواني، مناسبات الزواج، مناسبات المفرحة، المناسبات المحزنة، هذا إطلاق العيارات النارية لا يجوز، يؤدي إلى إرعاب الناس، إلى إخافة الناس، الكثير جرحوا من الأبرياء، البعض ذهب بصرهم، البعض قتل بسبب هذه التصرفات. لماذا؟ إنسان بريء تأتي إليه إطلاقات نارية يقتل، يذهب بصره، يصاب بجراح في جسده وتكون لديه آهة مستمرة، هذا لا أساس له لا شرعا ولا قانونا. لذلك التفتوا إخواني إلى مثل هذه الظواهر، فنقول هنا ولتفادي، كيف نتفادى هذه الأمور؟ لتفادي السلبيات المتقدمة وغيرها لا بد من الرجوع إلى الشرع الشريف، إلى القواعد الشرعية ورعاية القوانين النافذة. لا بد قوانين النافذة التي شرعت المصالح العامة لا بد أن تحترم وتهاب، ورعاية القوانين النافذة بالإضافة إلى العمل على زيادة الوعي العام حتى تتسع دائرة رفض هذه الممارسات الضارة وعدم الاستجابة من قبل أبناء العشائر قبل غيرهم لمن يصر على الاستمرار عليها، إن ذلك سيقلل ويحد من تلك الظواهر السلبية، وبه سيتحقق ما يأمله الجميع من إصلاح الأعراف العشائرية وتخليصها مما هو
غير صحيح. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لإصلاح نفوسنا وتهذيبها والعمل بما يرضى والاجتناب لما فيه سخطه وعدم رضاه، إنه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.